لو حد عايز يسجل على النت ويحفظ الفيديو عنده يقول لي وانا اسمح ان هو يسجل الفيديو على طول مباشره، حد قاعد على الجهاز الكمبيوتر يعني ويقدر يحفظ الفيديو مباشره، يا ريت حتى عشان لو ضرب عندي الفيديو يبقى موجود عند حد تاني، يعني يبقى على الاقل معايا واحد تاني بيسجل معايا. المشكلة في الزوم اللي هو واحد بس هو اللي بيسجل. لا لا أنا أعرف افتح لواحد كمان مش مشكله. التسجيل من خلال الزوم يعني؟ اه، طب انا بقدر اسجل ما في مشكله. عشان بس انا ايه بعمل حسابي ان لو لا قدر الله مثلا الفيديو ضاع حصل حاجه بتاعي يبقى مع حد تاني، ما يبقاش المحاضره راحت يعني. كان انت كده تقدر تدوس، لو دوست على ريكورد دلوقتي هيسجل معاك. اي عملت ريكورد تمام كده بيسجل انا وانت، يبقى لو حصل حاجه نقدر ايه يبقى عندنا ايه. خلاص ان شاء الله. قول بسم الله. احنا لغايه دلوقتي خلصت الجزء الاول. الجزء الاول ده انا بسميه البيزكس، اللي هي الاساسيات خالص، يعني ايه فاريبل، يعني ايه داتا تايب، يعني ايه اوبريتور، يعني ايه يعني ايه بتاع مثلا كونديشن، يعني ايه يعني ايه الحاجات الاساسيه البيزكس خالص اللي احنا اخدناها دي لها تعتبر مبادئ. تمام يعني لو حطينا كده لو هندي مثلا درجه من 10 يبقى كانت اخدت 1 من 10 في الجزء اللي فات. هنبدا في الجزء الثاني بارت رقم 2 اللي هو كونديشنال برانشنج. وكونديشنال برانشنج معناها ايه؟ بنقول ان احنا في اغلب البرامج اللي احنا عملناها مع بعض اللي فاتت كنا بنخلي البرنامج ينفذ امر ثم ينزل الامر اللي بعده ثم الامر اللي بعده ثم الامر اللي بعده، ده بنسميه سيكوينشال. سيكوينشال يعني سطر 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 ينفذه. تمام، الامر اللي في السطر الاول يتنفذ، الثاني يتنفذ، الثالث يتنفذ وهكذا. لكن في بعض الاحيان احنا بنقول الاوامر دي تتنفذ في حاله كذا والاوامر دي تتنفذ في حاله كذا. تمام، فاحنا عندنا شروط، الشروط دي هتحدد لينا امتى الاوامر دي تتنفذ وامتى الاوامر دي تتنفذ. احنا شفنا منها اكزامبل صغير مع بعضينا لما كنا بنتكلم على اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو كان ايه؟ اللي هو بتاع الكونسبشن، صح؟ اللي هو قلنا والله لو اقل من كذا هيتحاسب بالنظام كذا، ولو مش اقل من كذا هيتحاسب بالنظام كذا، بس كانت الجمله محدوده معانا. اللي هو حساب فاتوره الكهرباء اللي احنا اخذناه قبل كده، اللي هو لو اقل من 100 كيلو بنحسبه بنظام، اكبر من او يساوي 100 كيلو بنحسبه بنظام تاني. فالديسيجن ستراكشر عموما الشرط الكونديشن هو عباره عن قيد معين نكتبه. تمام، القيد دوت يا بيتنفذ بيتم تحقيقه وفي الحاله دي النتيجه بتاعته بتبقى ترو، او ما بيتمش تحقيقه في الحاله دي نتيجته بتبقى فولس. تمام، والشكل العام بتاع الكونديشن بيبقى بالمنظر اللي قدامنا دوت، الفلو شارت. ففي كود هنا مكتوب قبل الشرط، هنا الشرط ده بنحطه في الديسيجن او الشكل المعين ده. السؤال ده دايما في الغالب بيبقى معانا بيجيب معانا يا ترو يا فولس، يا يس يا نو، يا اه يا لا. فبيجيب معانا ترو بينفذ اوامر معينه في حاله الترو، بيجيب فولس بينفذ اوامر معينه في حاله الفولس، وكده كده في اوامر خارجيه بتتنفذ بعد ما الكونديشن يخلص، سواء كان الكونديشن جاب ترو جاب فولس، فهي مالهاش دعوه بالكونديشن، زي الاوامر اللي هي قبل الكونديشن. تمام، تتنفذ بعيد عن حاله الكونديشن، اللي بيتنفذ بيزد على حاله الكونديشن اللي هو بعد اليس او بعد النو او بعد الترو او بعد الايه او بعد الفولس. وصلت؟ تمام، دي الفكره العامه ليه الاف. الاف ستيتمنت ليها اكتر من شكل، يعني ممكن نكتبها كده وممكن نكتبها كده وممكن نكتبها كده، ليها كذا ستايل، فالاشكال بتاعتها متعدده، وبناء على تعدد الاشكال بتدينا مرونه جدا في ان احنا نقدر نحقق اهدافنا او نحقق شروطنا. فالفيرست نوتيشن يعني الشكل الاول من جمله الاف، ان احنا بنعمل اف كونديشن وبنحط كولون على غير عاده اللغات. في لغات بتحط كولون، في لغات بتحط زن، لغات بتحط اقواس وخلاص، يعني كل لغه ونظامها يعني. اللغه هنا دي بتحط كولون، وبعد كده بنسيب حاجه، بنسيب وايت سبيس يعني مسافه، بنسميها اندنتيشن. الاندنتيشن او الوايت سبيس او السبيس اللي موجوده، وبعد كده بكتب امر. الوايت سبيس دي او الاندنتيشن دي ايه مهمتها؟ مهمتها ان تعرفك ان الشرط ده طالما داخل جوه كده، جوه الاف كده، معناها ان لو الشرط ده اتحقق الامر ده بيتنفذ، لو الشرط ده ما اتحققش الامر اللي جوه ده كده سنه ما بيتحققش ما بيتنفذش. ممكن تحط اكتر من امر بس يكون قبليهم الاندنتيشن دي او الوايت سبيس دي. يبقى في الحاله دي اف كونديشن، لو كونديشن ترو الامر ده هيتنفذ والامر ده هيتنفذ، ليه؟ لان قبليهم اندنتيشن. خلاص، في اوامر ثانيه بقى مش قبليها وايت سبيس، هنا على طول على نفس مستوى الاف، على نفس مستوى الايه
الاوامر على نفس مستوى الاف هتتنفذ سواء كانت نتيجه الكونديشن بتاعتك ترو، نتيجه الكونديشن بتاعتك فولس، ولا بتفرق معاها خلاص، ما بتفرقش معاها خالص، كده كده النتيجه بتطلع بشكل مباشر. تمام. طيب لو عايزين نمثل النوتيشن الاولاني او السنتكس الاولاني دوت بشكل الفلو تشارت، هنلاقي ان هنا في اوامر دي اللي هي ما قبل الاف، مالهاش دعوه بالاف. في هنا الكونديشن اللي هو بعد الاف، لو جاب ترو هنا في اوامر او عده اوامر، يعني سطر او كذا سطر، هتتنفذ في حاله ان الناتج يكون ترو. إيه؟ مفيش حاجه في الفولس، خدوا بالكم مفيش حاجه عندنا في الايه، في الفولس، هتتنفذ هي بس في الترو. وكده كده في اوامر تالي جمله الاف، سواء كانت الاف جايبه ترو جايبه فولس، كده كده بتتنفذ، ملهاش دعوه خلاص، يعني خارج جمله، خارج نطاق الاف. وكذلك الاوامر تصب جمله الاف هي خارج نطاق الاف، ملهاش دعوه بالاف بتشتغل ازاي، لكن جوه الاف ده المنظر الاولاني، ده الفيرست نوتيشن. فبيقول لي لو احنا عايزين نعرض رساله ان الرقم ده زوجي، بس مثال بيقول لك لو الرقم زوجي اعرض، قول الرقم زوجي، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. فقال برومبت انتر ا نمبر، تمام، دخل رقم وهريد الاكس، هدخل رقم وهريد الاكس. لو كان الاكس مود او مودولس 2 بيساوي صفر، يعني باقي القسمه الصحيحه على 2 بيساوي صفر، طبيعي الارقام الزوجيه، كل الارقام الزوجيه باقي القسمه الصحيحه على 2 ما تدكش باقي، يعني طبعا من غير كسور، يمشي في الكسور، ما اقول 4 على 2 هيبقى ده 1 ياخد 2 1 ياخد 2 مش هيبقى حاجه، 6 على 2 3 و3 مش هيبقى حاجه، 100 على 2 50 50 مش هيبقى حاجه الى اخره، يعني دي كلها ارقام زوجيه. اول ما تجيب اي رقم فردي 77 هتبقى في مشكله، تمام، يبقى في مشكله، هيبقى 1، تمام، 55 هيبقى 1، 53 هيبقى 1 الى اخره، تمام. فالارقام الزوجيه دائما ما بيبقاش فيها ايه، ما بيبقاش فيها متبقي. ف display program completed دي رقم 4 بره الاف، صح، مش جوه الاف، فدي ملهاش دعوه بجمله الاف. لو حبينا نعمل الاكزامبل البسيط ده نعمل ايه؟ لو حبينا نطبقه هفتح بايثون كده واعمل نيو فايل مثلا، اروح اسيبه في المكان اللي بسيب فيه على طول، هقول اكزامبل 26 تمام، ادي اكزامبل 26. انا عايز امشي على نفس الالجوريزم اللي احنا كتبناه ده بالظبط. هل في اي سنه في الالجوريزم ولا الالجوريزم واضح؟ طيب هعرف اكس، والاكس بتساوي، انتوا شايفين كده ولا اكبر الخط شويه؟ مش هلاقي زرار. تمام، قلت اكس بتساوي، وقمت مثلا الرقم اللي هيجي لي ده ممكن يكون رقم، انا هعتبره رقم صحيح او هعمل فلوت مش مشكله، وهقول له انبوت، اقول له انتر انام، تمام. هيدخل اليوزر الرقم، عايز اعمل اف، فبقول اف واخد سبيس واقوم كاتب الكونديشن، او ممكن افتح اقواس وممكن ما افتحش اقواس زي ما انت عايز. ترو اكس المودولس عندنا بتتكتب شيفت و5 هي علامه في الميه، تمام، ومودولس 2 لو بتساوي، عندنا هي يساوي صفر، تمام. اف ان الاكس اللي دخل مودولس 2 بقى القسمه الصحيحه اللي طلعت بتساوي صفر، ففي الحاله دي انا عارف ان هو ده رقم ايه؟ رقم صحيح، وبحط الكولون وادوس انتر. تلاحظوا ان لما ادوس انتر في ايه؟ شايفينها؟ العلامه اللي انا حطيتها معلم عليها دي اسمها الاندنتيشن، تمام؟ او الوايت سبيس دي، عشان تفهمك ان الامر ده تابع للاف، لو اتنفذ الاف هيتنفذ، لو الاف كونديشن جاب ترو هيتنفذ، ما جابتش مش هيتنفذ. فانا قلت له خلاص لو كده هتعمل لي برنت، تكتب نمبر از ايفن، تمام؟ عايز اكتب كلمة بروجرام كومبليت، لو قلت برنت بروجرام كومبليتد، تمام، بالشكل ده هيبقى في عندي غلطة. ايه هي؟ لو الرقم زوجي هيطبع لي كلمة نمبر از ايفن ويطبع لي بروجرام كومبليتد،
لو الرقم مش زوجي هيطلع لي، مش هيطلع لي حاجه خالص، صح كده؟ لكن لو انا جيت قمت ماسح قمت مرجع دي، شلت الاندنتيشن بتاعتها خلاص، لو الاكس مودلس 2 بتساوي 0 تمام خلاص مفيش مشكله، يبقى زوجي، يبقى هيطبع كلمه نمبر از ايفن وهيطبع بروجرام كومبليت. لو كان رقم فردي اف ان الاكس مودلس 2 بتساوي 0 قال له لا مش بتساوي 0 خلاص مش هيطبع كلمه نمبر از ايفن. لكن كلمه بروجرام كومبليتد هي اصلا كلمه خارج نطاق الاف، سواء الاف جابت ترو جابت فولس مالهاش دعوه. وصلت؟ عملت سيف وجيت اجرب البرنامج ده ودوست اف 5 قال لي دخل رقم. انا طبعا ما بحبش ادخل رقم كده يعني انتر نمبر، يا ريت نعمل ايه نقطتين كده وسبيس عشان تبقى الرقم يبقى واضح. فقلت له مثلا 6، 6 ده رقم زوجي. دوست انتر قال لي نمبر از ايفن وبروجرام كومبليتد. قلت له كويس جدا. دوست اف 5 تاني قال لي طيب دخل رقم. قلت له رقم 9 قال لي بروجرام كومبليتد، البرنامج انتهى او فينيشت، لكن ما قاليش ان ده زوجي. بس لما عملنا كده اهو وجيت دوست اف 5 دخل رقم، قلت له 8 قال نمبر ايفن وبروجرام كومبليتد. قلت له كويس. اف 5 قمت قايل له ايه؟ 9 اللي حصل؟ ما ردش عليا خالص. ما ردش عليا خالص ليه؟ لان كلمه بروجرام كومبليتد ما بتطلعش معايا غير ايه؟ غير في حاله الايفن بس. فلو احنا عايزينها عامه بنحطها ايه؟ بعيد كده زي ما احنا شفنا. ده كده الايه؟ الشكل بتاع الاف الاول. هل في اي اسئله في الشكل ده؟ ولا كله تمام؟ خش على بعده. تمام تمام. كويس جدا. طيب انا استاذنكم بس دقيقه واحده. بعد اذنكم دقيقه واحده بس وارجع لكم تاني. السلام عليكم وبركاته. انا اسف بس دي. طيب احنا ده الشكل الاول من او الفيرست نوتيشن بتاع الايه؟ جمله الاف، وده كان الحل بتاعنا احنا لسه كاتبينه من شويه. تعال ناخد شكل تاني من الاول اللي هو السكند نوتيشن او الشكل التاني من جمله الاف. تمام. الشكل التاني ان بيبقى عندنا حاجه اسمها إلس. لو ما كانش ليه زي بقى اللي هي الشكل اللي احنا كنا اخدناه قبل كده، تكتب اف وادي الكونديشن بتاعك وادي الاوامر بتاعتك. تمام. وفي إلس وبيها كولون برضو، الإلس ليها كولون وادي الاوامر بتاعتك اللي فيها الاندنتيشن زي ما اتفقنا. اللي ملوش اندنتيشن يعتبر خارج السكوب بتاع مين؟ بتاع الاف بتاع جمله الاف بتاعتنا. ماشي. طيب نخش نشوف كده شكلها ازاي معمول في كفلوت شارت. هنلاقي ان ادي الاوامر طبعا دي خارج نطاق الاف، ودي اوامر برضو خارج نطاق الاف. كونديشن هنا لو كان ترو في اوامر بتتنفذ في حاله الترو، لو كان الكونديشن جاب فولس في اوامر بتتنفذ في حاله الفولس. خلص الكلام على كده، امر او اوامر مش عندي مشكله. بس كده امر او اوامر ما عندناش مشكله. طيب تعال ناخد الجوريزم كمان او مثال كمان على السكند نوتيشن. بيقول ان عرض رساله اذا كان الرقم المدخل زوجي، وعرض رساله اخرى ان كان الرقم فردي. يعني لو كان الرقم زوجي يقول زوجي، لو كان الرقم فردي يقول فردي. قلت له حلو، هي نفس الفكره. فقال لي اف ان الاكس مود 2 بتساوي 0 هندسبلاي نمبر از ايفن. زن يعني لو كان ترو يعني يعرض نمبر از ايفن، إلس هيعرض نمبر از اود. قلت له سهله جدا. لو رجعنا ل ده المثال اللي احنا كنا عاملينه اللي هو كان 26، قلت له لا هناخد منه سيب از كده ونسيبه على رقم 27. ماشي؟ سيبناه رقم 27. هو تقريبا قريب فانا مش هغير كتير. ادي ايه؟ اكس بتساوي انتر نمبر، اكس مودلس 2 بتساوي 0. خلاص انا قلت له النمبر از ايه؟ نمبر از ايفن صح؟ إلس كده اهو. هو قايل له برنت، وهنا اقول له نمبر از اود الرقم فردي. خلصنا.
بروجرام بروجرام كومبليت او بروجرام فينيش. تمام. الحاله دي بره السكوب ما فيهاش مشكله زي الحاله دي بالظبط كده كده بتتنفس. فلو انا جيت عملت كنترول اس بوست اف 5 دخل رقم 9 قال لي نمبر از اود مش غلط مش كده. لو دوست كده قال لي اكتب رقم قلت له رقم 12 فده زوجي هيقول لي بروجرام ايه فينيشد وقال لي نمبر از ايفن. تمام وهكذا. طبعا لو كتبت اي رقم مش مظبوطه خالص يعني مثلا جبت 67.9 هيقول لك الرقم ده فرد لانه ما يعتبرش زوجي يعني في باقي يعني في ايه في باقي. خلاص دي كده كان مثال على السكند نوتيشن. قبل ما اتنقل للثيرد نوتيشن اتمنى ان اكون كاتب لكم كده حاجه تحلوها بحيث تبقى اشوف كده الناس ماشيه معانا. طبعا ده الحل بتاعنا اللي حليناه ادي اسايم كويس جدا. هقول لكم اسايم بيعمل ايه واسيبكم في ايه تحلوه. عايزين نعمل برنامج نفس فكره البرنامج الصغير اللي عملناه ده اسمي برنامج برضو على قد مستوى الاف اللي هي السكند نوتيشن. نعرض رساله اذا كان الرقم المدخل موجب هنعرض رساله واذا كان رقم المدخل سالب نعرض رساله بس. طبعا المفروض نرسم خريطه تدفق ونعمل الالجوريزم ونكتب بلغه البايثون. تمام دي كده كاساينمنت على ايه السكند نوتيشن بتاع الاف. يا شباب هتحلوه وتورهوني على طول انا واعد ان شاء الله. يلا دلوقتي يعني نختصر وقت يعني عشان نحس ان انتوا وصلت لكم الفكره. مش عايز دلوقتي الفلوت شارت ومش عايز دلوقتي الالجوريزم كان عايز دلوقتي الكود على طول. ناس مشاركه ولا ايه؟ ان شاء الله ناس مسؤوليه على البرنامج.